اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. كرحب بكم في فيديو جديدة ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحة والسلامة انتما كتشاهدوا دائما مع جديد المنتوجات والادوات والاجهزة والافكار الهائلة للتنظيم وترتيب المنازل ديالنا، خصوصا المطبخ والحمام والغرف النوم الصغيرة. منتوجات اللي هي هائلة جدا واكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم، فخليكم مع تتمة الفيديو الى الاخر. وكيف العادة كنتمنى من اللي اول مرة كيشاهد القناة انه ينضم اليها بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبله باذن الله. ايضا ما تنساوش لي لايك او جيم فيديو، فلي لايك مهم جدا باش الفيديو يقدر يطلع ويتشاف وصل الناس اللي مهتمين بهاد المنتوجات، كذلك تشجيعا لنا باش اننا نستمروا في هذا المحتوى. فمنتوجات اللي هي اساسيه لكل منزل كما شفتوا معايا. فايضا الفكره ديال هاد الملعقه جد ممتازه، يمكن لكم انكم تعملوا فيها بزاف ديال الوصفات وتعطيكم واحد الميزان اللي هو مضبوط. كذلك ندخلوا منظمات الحمام، فحامل المناديل اللي كتوفر كذلك كلام جرف، فاكيد كيوت جدا ويحبوا حتى الاطفال. فقط منتوجات كذلك اللي كتلصق بلا حفير، وهذه حاجه مميزه. ايضا منتوجات لعمل وصفات سريعه، كذلك منتوجات بالنسبه القراعي ديال الزجاج والانبوب ديالهم، فيمكن لكم ايضا تلصقوا الاسم ديال السائل اللي داخل الزجاجه. فايضا منتوجات اللي هي رائعه واساسيه، علب اللي يمكن لكم فقط تلقاوها غير في الاسواق العاديه بالنسبه للتوابل، كذلك مجموعات ديال المنظمات اللي يمكن لكم ايضا تعملوا فيها بزاف ديال الصحون. فايضا هاد التوشيات رائعه ومفيده طبعا، اللي يمكن لكم ايضا تلصقوها في الثلاجه او تعلقوها وتنزلوا عليها الصحون اللي كتكون سخونه. شوفوا الفكره، ايضا الفكره ديال هذا الحامل القراعي، فايضا كيتوفر على صنبور، فمنتوجات اللي هي هائله واللي ساعدتنا بزاف بزاف في روتينات اليوميه. كذلك مساحه رائعه اللي كتمسح الزجاج بكل سهوله وكذلك تنظفو، وكما كتشوفوا معايا الامتصاص خارق جدا. فايضا هنايا مجموعه كذلك ديال منتوجات بالنسبه للمطبخ، فمنتوجات اللي هي اساسيه وضروريه لكل سيده باش تساعدها باش انها تقدر توفر الوقت والمجهود اليومي والوقفه في المطبخ. فكما شفتوا معايا ايضا مجموعه ديال القطاعات، كذلك هنايا واحد يعني اداه ديال السيليكون اللي كتحيد القشور من الثومه، فالفكره ديالها زوينه. ايضا هنايا عندنا حامل البلاستيكات كما شفتوا، ايضا الفكره ديالهم زوينه، تلصقوا هكذا في البلاكار وتجروه بكل سهوله، كذلك يمكن لكم انكم توضعوا فيه بزاف ديال المنتوجات اللي كتستخدموا في المطبخ. فايضا هنايا مجموعه كذلك ديال المنظمات اللي كتلصق وكتوفر على واحد المجيرات، كذلك توفروا لكم بزاف ديال المساحات خصوصا الحاجات اللي كتكون اساسيه وضروريه نستخدموها يوميا، فهكا كتكون قريبه لنا. فايضا هنايا الفكره ديال هذا النشار الدوار، فكره ديال زوينه بزاف، يمكن لكم ايضا تنشروا فيه لي زورا والكوفليات، يمكن لكم ايضا انكم تعملوا حتى في السطح. وندخلوا هذا المقطع الرائع والمفيد جدا في تنظيم كذلك الدولاب، فمنظمات اللي هي متقسمه على اقسام عديده اللي يمكن لكم انكم توضعوا فيها بزاف ديال الملابس، فمنتوجات كتساعد باش انها توفر لكم ايضا وتستغلوا اماكن اخرى في الدولاب. فايضا الفكره ديال هاد الاداه جد رائعه بالنسبه للناس اللي ما تيشوفوش مزيان او الناس اللي كبارين في السن. ايضا هنايا مجموعه ديال المنظمات حامل الاطباق، كذلك يمكن لكم توضعوا فيه مجموعه ديال الاواني وكتوفر على صفايه، ففكره ديالها زوينه وكتوفر كذلك على غطاء. ايضا دخلوا بزاف ديال المنتوجات الرائعه والكثيره جدا، اجهزه اللي حديثه جدا وذكيه واللي كتمكن لكم تطيبوها فيها اكثر من اكله، يمكن لكم ايضا تستخدموا بزاف ديال الاستخدامات ديال الطبخات اليوميه. فايضا يمكن لكم انكم تطيبوا في واحد الوقت وجيز، خصوصا الناس اللي كيكونوا عندهم وقت قصير، فمنتوجات صراحه اللي جد عمليه ومفيده جدا. فايضا هنا حامل المعالق والسكاكين، كذلك ندخلوا لهذا المقطع الرائع، ف سجاد او طابيات اللي كتقطعوها وكتحصلوا على واحد الشكل زوين، كذلك هنا كليسا اللي كتجي هنا حدا الباب، فالفكره ديالها زوينه بزاف. ايضا من الحاجات المهمه والاساسيه بالنسبه لهاد البريزا او المفاتيح ديال الكهرباء، كتكون خطر على الوليدات ديالنا خصوصا الاطفال الصغار، فيمكن لكم ايضا تاخذوا دوك الاداه وتشدوا يعني المفاتيح ديال الكهرباء، فهكذا غتكونوا وفرتوا الحمايه للاطفال. ف
فأيضا منتوجات بالنسبة كذلك الأدوية، علبة اللي يمكن لكم أيضا توضعوا فيها بزاف ديال الأدوية ديالكم، فالفكرة ديالها زوينة بزاف ومتوفرة غير في الأسواق العادية. فكما شفتوا كاين الحجم الصغير والحجم الكبير، فأيضا محكمة الغلق. ايضا هنايا عندنا واحد الهشوار اللي هو جد عملي واساسي لكل مطبخ، فانا شخصيا ما نقدرش نستغنى عليه، فهو مفيد جدا يمكن لكم ايضا تستخدموه بزاف ديال الاستخدامات. يمكن لكم انكم يعني تطحنوا فيه اللحوم، كذلك تبشروا فيه الخضر الفواكه على حسب الحاجه، فيمكن لكم ايضا تستخدموا بزاف ديال الرؤوس، فهو كيتوفر على عده رؤوس، فالجوده ديالو ممتازه وما غاديش تندموا عليه. وبالنسبه لهاد المنتوجات تقدروا انكم تاخذوها من الاسواق العاديه القريبه منكم، كذلك من الاسواق الكبرى مثل مرجان او ايكيا كارفور، يمكن لكم ايضا تلقاوهم في جروبات اونلاين على صفحات تيليجرام، فمنهم تيكونوا يعني حصريين او الحديث جدا او اتى الذكي اللي هو عاد خرج. يمكن لكم تدخلوا للمواقع ديال البيع اجهزه الالكترونيه، المواقع اللي كنذكرها دائما كنعطيكم مواقع اللي كبرى باش تلقاو مجموعه ديال المنتوجات اللي كنعرض كلها تما، فمنهم موقع علي اكسبريس وموقع امازون وعلي بابا وغيرهم، كاين متاجر اخرى. فيمكن لكم انكم تدخلوا لاي منتوج غتلقاو جميع التفاصيل من الاسم المنتوج، كذلك سعر الصنع، يعني الاحجام الالوان، جميع التفاصيل تقدروا انكم تلقاوها تما كاين. فكاينين يعني منتوجات اللي هي زوينه بزاف وباسعار منخفضه، كيكون يعني تخفيضات اللي كتكون مهمه، فيمكن لكم تغتنموا الفرصه وتطلبوا المنتوجات. فايضا شوفوا الفكره ديال هذا الحامل المناديل، جد رائعه وكتوفر على مجير، فشي حاجه اللي زوينه بزاف خصوصا يعني الحمامات اللي تيكونوا صغارين، فمنتوجات اللي كلها يعني كتلصق واللي كتوفر لكم مساحات اضافيه. ايضا هنا علب اللي الفكره ديالهم زوينه بزاف ومقسمه على اربعه اقسام اللي يمكن لكم توضعوا فيها الحاجات المهمه واللي كتستخدموها في الاستخدامات اليوميه. ايضا الفكره ديال هذا الغطاء جد عمليه خصوصا الاطفال او البيبي كيكونوا صغيرين، خصوصا في هذا فصل الصيف كيكون يعني الناموس او البعوض، فهكا كتحميوا الاطفال ديالكم. فمنتوجات ايضا بالنسبه للاروز اللي كتبقى معكم مده طويله ما كتخسرش نهائيا، فمنهم بزاف ديال المنتوجات اللي عرضت ايضا من قبل، كذلك هنا اداه الوصفات السريعه والمنتوجات اللي محبي يعني الوصفات اللي كتكون خفيفه، فهكا كتساعدكم يعني على الوقت والمجهود. كذلك هنا غطاء بالنسبه للغساله، كذلك متوفرين باشكال متعدده. الفكره ايضا ديال هاد العجلات جد مهمه باش انكم تقدروا تجروا الحاجه اللي تتكون شويه ثقيله، فشي حاجه اللي مفيده جدا خصوصا ملي كتكون مراه بوحدها وما كتكونش قادره انها تجر شي حاجه ثقيله، فحاجات هي بسيطه لكن كتنفعنا في نفس الوقت. ايضا منتوجات بالنسبه للبشر يعني الخضر، فايضا كتوفر على عده رؤوس، فالفكره زوينه بزاف، فهي ايضا كتوفر على واحد القباطه، هكا يمكن لكم انكم تفادوا وما تقصوش الدين ديالكم. فمنتوجات ايضا اللي هي بسيطه جدا، اداه اللي يمكن لكم تقطعوا بها هكذا مجموعه ديال الخضر والبطاطس، كذلك الخيار، واللي كتعطيكم واحد الشكل مميز كما شفتوا معايا. فايضا هنايا عندنا اغلفه بالنسبه لجهاز التحكم، فكاينين منهم انواع متعدده، فالفكره ديالهم زوينه بزاف كما شفتوا معايا، يمكن لكم تاخذوا فقط المقاييس ديال الاجهزه ديال التحكم. ايضا هنا جهاز كهربائي اللي يمكن لكم توضعوا فيه بزاف ديال الوصفات المشروبات الرائعه، واللي كيتوفر كذلك على فلتر، يمكن لكم ايضا تحكموا على سرعه يعني الحراره او سرعه درجه الغليان، يمكن لكم ايضا تستخدموا بزاف ديال الوصفات مثل البابونج، وصفات صحيه، فمنتوجات اللي هي صراحه زوينه بزاف. كذلك هنايا علب اللي يمكن لكم توضعوا فيها بزاف ديال الاشياء مثل يعني الملابس الداخليه، الفولارات، الجوارب، فهي كتوفر كذلك على رسومات لكل منتوج، هكا انكم تقدروا يعني توصلوا لهم بكل سهوله. كذلك هنا مجموعه ديال حامل الصابون اللي كتوفر كذلك على عده الوان كما لاحظتوا معايا وكتلصق، وجميع المنتوجات بواحد الحجم اللي هو صغير بزاف، فهكا ما يخش نهائيا المساحات في المنازل. فمجموعه كذلك ديال الشريط اللاصق، واللي يمكن لكم تبدلوا الديكور ديال المنازل ديالكم بافكار اللي بسيطه بزاف وباقل تكلفه،
فكما شفتوا معايا الصور واضحة أمامكم، يمكن لكم فقط أنكم تاخذهم من الأسواق العادية فراهم متوفرين. دخلوا كذلك على هذا الجهاز المهم جدا بالنسبة للمجموعة ديال العجائن، كذلك توفر على عدة رؤوس اللي يمكن لكم أنكم تخرجوا منهم أنواع ديال المكرونة، كذلك هنا حامل الفرشاة، يعني بزاف ديال الأشياء. فقط يعني كيعطوكم واحد الشرح للمنتوج ديالهم، ولكن كل واحدة وعلى حسب الاحتياجات ديالها. يمكن لكم أنكم تستغلوا بزاف ديال المنتوجات يعني على حسب المتطلبات ديال المنازل ديالكم. كما شفتوا معايا اكياس بالنسبه للملابس اللي كتحافظ عليها، فايضا هنايا مجموعه ديال الاوراق اللاصقه اللي يمكن لكم تلصقوها وتبدلوا الديكور كما قلت لكم. مجموعه كذلك كاينين منهم ديال الجدران، كاينين هادو ديال الارضيات، فصراحه اللي هي جد عمليه مفيده، كذلك انها ضد النار، فايضا كتمسح وكتنظف بكل سهوله. ايضا هنا منظمه اللي يمكن لكم تحفظوا فيها الطعام ديالكم والفواكه، فالفكره ديالها زوينه بزاف. ندخلوا كذلك على هذا المقطع مجموعه كذلك ديال الاجهزه الرائعه اللي يمكن لكم تعملوا فيها بزاف ديال الوصفات كما شفتوا معايا، فمنتوج اللي هو رائع ومفيد جدا. كما شفتوا معايا يمكن لكم انكم تعملوا فيه بزاف ديال الوجبات السريعه واللي كتوجد بواحد الوقت وجيز جدا. يمكن لكم ايضا تستخدموه يعني العجائن، الوصفات ديال الاكل، يعني الوصفات السريعه، الارز، فمنتوج صراحه اللي هو هائل جدا. يمكن لكم ايضا انكم حتى انكم تشويو فيه في نفس الوقت، فمنتوج صراحه اللي هو زوين بزاف واكيد غادي ينفعنا. ايضا هنا اداه اللي يمكن لكم فقط تلصقوها وتعلقوا فيها الحويجات الخفافين، خصوصا المطبخ او الغرف النوم، كذلك حتى الحمامات، كذلك هنا التوشيات ديال المفاتيح ديال الكهرباء، كذلك مجموعه ديال الديكورات الرائعه والانيقه جدا كما شفتوا معايا، فشي حاجه اللي هي روعه وزوينه بزاف. ايضا مجموعه كذلك ديال الطاجرات للتنظيم المطبخ او الحمام او تحت الحوض، فكذلك العاب اللي هي كيوز جدا يمكن لكم ايضا تاخذوهم وهم متوفرين في الاسواق العاديه، فشي حاجه جدا ممتعه واكيد يعشقوها الاطفال ديالكم او البيبي ديالك. فايضا مجموعه كذلك ديال المنتوجات بالنسبه للثلاجه والتنظيم ديالها. فعلى العموم كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم ما تبخلوش على اختكم بلي لايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. كذلك شكرا لكم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم الزوينه واللي كتفرحني بزاف واللي كتحفزني دائما باش نجيب لكم الجديد. شكرا لكم على المسانده والمتابعه والهلا خطيكم عليا، وما تنساش انكم ايضا تابعوني على الصفحه ديالي عالم هبه طوب اختيك اللي متوفره على الفايز، فاكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. واذا عجبكم شي منتوج عملوا له سكرين فقط، وانا انزل لكم الرابط ديال المنتوج ديالو، هكا غادي تدخلوا الصفحه مباشره وتلقاو جميع التفاصيل. فتلقاو في فيديو مقبل باذن الله. بسلام عليكم.